كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو موطنا إلا نفع الناس بما ييسر الله له، حتى عند موته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه سمع أم سلمة تحدث غيرها أثناء احتضاره عليه الصلاة والسلام عن كنيسة رأتها في الحبشة وتذكر ما فيها من التصاوير، تحدث حبيبة، تحدث أم حبيبة بنت أبي سفيان عن كنيسة رأوها في الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يستمع إلى الكلام عن كنيسة في الحبشة فيها تصاوير فيها تماثيل، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد، أولئك شرار الخلق يوم القيامة. وبدأ يقدم نصيحة عن حرمة هذه التماثيل وأن تبنى المساجد على القبور. فكان صلى الله عليه وسلم مباركا، ولما بدأ به خروج روحه المباركة صلى الله عليه وسلم جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فيتدارك ما تبقى من لحظات لتقديم نصح إلى الناس صلى الله عليه وآله وسلم.